اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله امي النهارده فسفوريه ولكن بفكر طهوي لطيف وجميل وغير مكلف. دايما الفكر ما بيكلفناش فلوس، بيكلفنا ان احنا بنحب المطبخ، بنحب شغلنا، فبنبدع في شغلنا ونفكر فيه كويس. احنا عايزين نوصل العباره دي حتى في المطبخ. المطبخ النهارده معانا شويه كابوريا، معانا سمكة الدراك وزنها صغير تقريبا 600 جرام 500 جرام لسه بيبي، يعني الدراك او الكنعد بيسموه في الخليج، ومعانا شوية جمبري بالقشر زي الفل، يعني اللي بيعمل 30 او 20 حبة في الكيلو يعني او 15 حبة. هتعمل ايه يا شيف بالمشتريات بتاعتك دي او بحلقة السمك اللي معاك النهارده؟ جاي على بالي النهارده نعمل حلة كبسة لطيفة وحلوة ونشوف ازاي نقدر نعمل السمك الكنعد في اكله مشهوره جدا في الخليج اسمها المشخول، بيعملوها اخواننا في اليمن وفي الخليج، او الكبسه بسمك الكنعد الدراك. هنعملها النهارده مع بعض، ولكن هنخلي السمكه سليمه ونحشيها تتبيله كده لطيفه وحلوه هتعجبكم ان شاء الله. وحاجه جديده معانا كابوريا نتي لطيفه وزنها تقيل، الكابوريا محمله يعني فيها لحم من جوه من قلاشي، هنعملها صينيه صياديه. يعني ايه صينيه صياديه؟ تفاصيلها هنشوفها ان شاء الله في الحلقه بعد ما نقدم الحلقه بتاعتنا. معانا كمان جمبري قشر. الجمبري ده يا عم الشيف هتعمل فيه ايه؟ انا القرع العسل بتاعنا هنا المعروف في مصر بنمشي على الطرق كده بيعجبنا شكله وشكله اللطيف الحلو، فانا جبت حبايه قرع حلوه كده بالشكل ده كده. هعمل القرع الجمبري جوه حبايه القرع ديت، وبعد كده نصطاد الجمبري من قلبيها. فكره جديده يعني. القرع ده بثلاثه تعريفه يعني، اللي عند الراجل الفكهاني محدش عايز يشتريه بصراحه، وانا اخدت شويه حاجات من عنده في الاخر عجبني دي، قال لي خدها مش هدفع ثمنها، فاتبسطت قوي على فكره يعني. دي ببلاش ولكن قيمتها الغذائيه بجد والله العظيم تعلو قمه الهرم. القرع العسل ده مفيد جدا، هو اليقطين، فخلونا نستفيد بيه حتى لو هنعمل جمبري. هنشوف هنعملها ازاي الفكره اللطيفه الحلوه، هتعجبكم ان شاء الله لو جبت نص كيلو جمبري مش كل يوم تعمليه صياديه وكل يوم تعمليه مقلي او مشوي. خلينا نطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل بافكار طهويه وفكر طهوي لطيف وأكلة سمك النهاردة ما حصلتش، وعلشان إحنا بنحبكم بنعيد الحالة دي يوم الجمعة من كل أسبوع. أو تروحوا بيت تابعوني بعد الفصل. أنا هعمل دلوقتي صينية كابوريا صيادية، هستأذن فريق العمل اللي معايا الجميل مقاديرها على الشاشة. صينية كابوريا صيادية، المسمى عجبني. دي مش هتاخد مني بالظبط 5 دقايق. حل على النار بتسخن جامد، معايا كابوريا نتي تقريبا 15 حبه حلوين عاملين تقريبا 2 كيلو. مهم جدا لما تختار الكابوريا يكون وزنها تقيل. معانا من البهارات بتاعتنا ملح وفلفل وشويه كمون وبصل شرايح هنقطعه مع بعض بالشكل ده كده، مع فلفل حار. هنعملها بزيت زيتون ولا بسمنه؟ هنعملها بزيت زيتون ومعلقتين من الزبده. تعالوا نشوفوا نعملها مع بعض ازاي سريعا. البصل بتقطع شرايح كده، اللهم صل على النبي. الاكل بتاعي كله في الفرن، سواء طاجن القرع العسلي بالجمبري، سواء السمك اللي انا بعمله كبسه. بلدنا بلد سياح فيها الاجانب تتفسح. ايه الاخبار؟ النار طالعه معانا زي الفل، حلو قوي. كابوريا، كابوريا النتي الجميله الحلوه معايا اهي زي الفل. نشتغل فيها بقى. البصلايه بتتشوح على النار مع قرن فلفل حار سبايسي عشان ما حدش ياكل من الاكل ده غيري. وابدا اخد الكابوريا دي كده امس عليها بتتبيله حلوه ما بين الكفر بتاعها وما بين اللحم وانا شغال. ايه التتبيله دي يا عم الشيف؟ شويه توم، معلقه زيت زيتون حلوه كده عشان تطر اللحم جوه، شويه بابريكا، شويه بهارات حلوه نعمين يا غالي. اقول لك وصفه سهله دلوقتي تريحك وتفك اللغز ده يا ست الكل. اي فواكه مجففه عايزه تحطيها في عمل كيكه عشان تبقى زي اللي بتاكلها بره، بتجيبي الفواكه المجففه دي زي ما هي تحطها في الفريزر شويه، طلعها من الفريزر ترشيها وتعفرها بشويه دقيق. تقوم الدقيق ده يعمل ايه؟ هو العوامه بقى اللي بتخلي الواحد تعوم في قلب الميه كده، مع ان انا ما اعرفش اعوم. هتحطها على وش الكيكه هيثبت الفواكه المجففه في قلب الكيكه في المنتصف لغايه لما تطلع وتستوي. بسيط، فكره طهويه. رش الفواكه المجففه، اكتبوها يا اخواننا في السوشيال ميديا حبايبنا، رش الفواكه المجففه بقليل من الدقيق في حاله عمل الكيكه بالفواكه المجففه. شوفوا هتكتبوها ازاي بس الرساله توصل يعني. تعمل ايه يا عم الشيف؟ تشكيله فرسيه يعني بيسموها خلطه فرسيه، عباره عن جزر، كرفس،
كزبره، سنه شبت صغيره، ثوم، زيت زيتون، ملح وفلفل، شويه كمون، شويه بابريكا، بقلبهم على بعض، باخد من الخلطه دي يا عم الشيف وحش وادخل جوه الكابوريايه، برفع الكفر ده واحط الخلطه دي اهو. صينيه كابوريا صياديه، نعم يا غالي. يا امان امان زي الفل. ماشي يا دوح اهو اهو زي الفل اهو. يلا برص الكابوريا كده وانا شغال. بسم الله ما شاء الله، كابوريا نت. ايه اللي هيحصل بعد كده؟ بنحط عليها خلطه الصياديه اللي هي طماطم ونسيبها نغطيها بالظبط 10 دقائق. تاني نرفع ده كده زي الفل. نجيب واحده كمان، واحده كمان اخيره قبل الفاصل. اهي كابوريايه بنجيبها زي ما هي كده. نصيحه مني بقى والكابوريا في ايدي، دي كابوريا نت وزنها تقيل. الكابوريا تتغسل وهي سليمه، وحذاري انك تفتحي جمبري من ظهره وتغسليه، لا الجمبري يتغسل وبعدين يتفتح من ظهره وتستخدميه عادي زي اللي معايا ده كده. دي المعلومه الغير معلومه. ليه يا شيف؟ لان الميه ساعه سخنه هتزفر لك السمك. السمك ما يتغسلش بعد تقطيعه خالص، يتغسل وهو سليم وبعد كده نقطعه ونشتغل فيه زي ما احنا عايزين. ندخلي عليه التوم، ندخلي عليه عصير الليمون، اي مشاكل بعد كده التوم والليمون بيعالجها. ولكن الكابوريا تتغسل كويس، بعد ما تتغسل بنشيل الكفر بايدينا كده بالراحه اهو 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 اهو. اسمي بسم الله انت مرزه يا شيف. لا مش خاتم سليمان يا فاروق، دي بطروخ جوه الكابورياي اهو. بدخل خلطه كده اهو 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 اهو. يلا اقفل الكابوريا اهو، اقفلي بقك وفي قلب الحله اهو. هتعمل ايه بعد كده يا شيف؟ خليك معايا عينيا والله. لا ماشي دلوقتي حالا احط الحاجه دي واجري اهو اهو. تعمل ايه يا عم الشيف؟ طماطم طماطم اهي اهي. هناخد الطماطم دي يا عم الشيف كده ونحط شقشاء ميه صغير مع صوص طماطم كده اهو. يا ويلي يا ويلي، صينيه كابوريا صياديه لاول مره حصريا. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. جينا لحضراتكم بعد الفاصل، والتفاصيل الصغيره دي زي ما قال لي المخرج بتفرق كتير بجد والله. خلونا هنا الاول، مخرجنا الجميل فرسان التلفزيون المصري. انا لما بعمل حاجه على عين البوتاجاز بغطيها. ليه يا عم الشيف؟ وخاصه لما بتكون حاجه ما بتاخدش وقت كتير في السوى، سواء بعمل كابوريا، بعمل حاجه مثلا طبق اومليت، طبق عجه، علشان البخار والفليفر والطعم بتاع التوابل ينتقل بسهوله جوه الحاجه اللي بعملها. الكابوريا دي عايزه تاخد طعم التتبيله اللي انا عاملها، فبغطيها يوم البخار يخش جواها. انا غطيتها بغطاء زجاجي مع انه ده مش غطاها، عشان تبان لحضراتكم على الشاشه كل التفاصيل الصغيره بشرحها بدقه. عصره الليمون دايما تتعصر على السي فود بعد ما يطلع من النار. علل ولماذا يا عم الشيف؟ لان الفيتامين سي لما بيتعرض لنار او للغليان بيقل مفعوله شويه. حلو الكلام. فيفضل عصير الليمون يتعصر دايما على شوربه السي فود او على كابوريا او على صياديه بعملها وقت احنا ما بناكل على السفره على طول. طبعا دي انا هقلبها في الصينيه بالشكل ده كده واسيبها كمان شويه على النار. لسه اطلعها. حاضر انت بص معايا، المخرج عايز الايه؟ يشوف الهوبر. قال لك فين الجمبري؟ شوف سابوا كل حاجه ومركز مع الجمبري. طب ايه رايك ان انا هغرف الكابوريا الاول قبل الجمبري؟ بس تجيبها وانا بقلب الكابوريا بقى على بطنها علشان تشوف الايه الحلاوه بتاعتها. وتعالوا مع بعض نشوف الكابوريا. عينيا. الله يا دوحه، ربنا مبارك في الوقت، ربنا يبارك لك. يلا نجيب الطبق ده كده. بسم الله الرحمن الرحيم، صل على الحبيب. لسه ما خلصتش، لسه ما خلصتش. اللهم صل على النبي. كابوريا كابوريا، نرفع ده كده. يلا هو ده كابوريا صياديه، اتعملت في وقت ممكن تخش المطبخ تعملي كوبايه شاي. دايما بقول عصره الليمون بتكون جنب السي فود اللي عايز بالشكل ده كده. صورني معاها دي سيلفي يا فاروق. صينيه كابوريا ما خدتش وقت،
تعالوا نطلع مع بعض الجمبري. هو ده قرق العسلي مع جمبري من جوه. رؤية فن إبداع بتشوفه كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. منين يا مغازي؟ من ماس بيرو.